أشدني ولا مشيت؟ ليش مشيت غير نظر من العيون وراه راه كواني. أنا أنا بالنسبة لي يعني الحياة تجربة والحياة كتعلم أكثر. بالعكس أنا لما وصلت لهذا النتيجة أنه كيفاش توصل للنصيحة هي اللي خلاتني أنه من قبل تحت بعض المواقف أنك بعض الناس اللي ممكن تتحاول أنك تدخل بواحد الخيط أبيض أنك تعطيهم شي حاجة اللي غتنفعهم في حياتهم أنك تنصحهم واحد النصيحة اللي ممكن أنت سبقتي فيها وعندك تجربة فيها كتحاول أنك تخليه يختصر الوقت باش ما يطيحش في نفس المشاكل اللي ممكن يطيحوا فيها ناس آخرين وممكن كتكون هذاك الرد ديالو كيكون شي شوية سلبي. فهذه اللي خلاتني أنه دائما نحرص أنه إذا بغيت ندير واحد الخير نديرو بالقوام. يعني أنه نحاول نقولها بطريقة اللي غنضمن بأنها غتوصل النصيحة ديالي.